في أول أيام عيد الفطر المبارك ومن على مسرح الحمراء في دمشق، افتتح أول فيلم تربوي وطني للأطفال في سوريا بعنوان مملكة الأحلام تحت رعاية وزارة التربية. المسرح والأفلام بشكل خاص لها قدرة كبيرة على الدخول إلى وعي الطفل، وبالتالي بتأثر كثير، بتأثر بطريقة تعامله، بتأثر بتقنعه أكثر. اليوم التعلم من خلال اللعب، من خلال المسرح، من خلال لعب الأدوار هو أهم طريقة بالتعلم. لذلك أنا بعتقد هيك مسرحيات وهيك أعمال بتعطي الطفل إمكانيات كبيرة جدا، سيما في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي، وهذا اللي نحن بنفتقره الآن بعد 10 سنوات من الحرب. أطفالنا بحاجة إلى أن يكون هناك حافز لهم للاستمرار والتطور والنظر إلى المستقبل. طبعا نحن توجهنا بأول فيلم تربوي للأطفال في سوريا، هو مانو 3D أو إنيميشن، يعني نحن هو بطولة أطفال، هي كانت هي أول مغامرة. الشغلة الثانية هذا اسمه نمط من الأفلام اسمه المسرح المؤفلم، هي حتى بالعالم جديدة التجربة، وحتى بالعالم كان هي التجربة الأولى كأطفال، هي موجودة ككبار. الفكرة اللي بدي أقولها نحن حبينا نوصل رسالة للطفل أنه لا يكفي أن تحلم، بل عليك أن تعمل كي تحقق الحلم، وانطلاقا من مقولة السيد الرئيس الأمل بالعمل. لا يكفي أن تحلم، بل عليك أن تعمل كي تحقق الحلم، تلك هي الرسالة التي يوجهها الفيلم للأطفال. نحن بمحافظة دمشق من الداعمين لهيك نواحي اجتماعية، نواحي ثقافية، إضافة لدورنا الخدمي. طبعا الأطفال هلأ هن بحاجة كثير لجرعات كثير قوية لنفسيتهم، لما بيحسوا حالهم هن عم يشتغلوا ضمن فريق واحد، بيحسوا حالهم هن ضمن مجموعة كلها وطنية، بضلوا بيتفاعلوا. يعني اللي بتعدوا شوي عن موضوع الموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي اللي ما عم تسبب لهم إلا شوي بحالة بالوحدانية والانفراد، لما بيكونوا ضمن فريق وبيحضروا مسرحية جماعية، وحتى الأطفال اللي بيجوا بيحضروا معنا بيحضروا بهالمسرحية، هن كمان بصير عندهم يعني جرعة إيجابية بتفاعلهم مع أهلهم، بتفاعلهم مع رفقاتهم، بيبتعدوا شوي عن هالانعزالية اللي كانوا فيها. كل عام وانتم بألف خير. تاني شيء إنه هذا أول فيلم فعلا إنه بنعرض، هذا الشيء كتير حلو، معناته إنه في شيء لقدام لسه أجمل وأحلى، فنحن منحط إيدنا على إيدهم ونقول لهم الله يعطيكم العافية وإن شاء الله يا رب هيك بالتوفيق للجميع. هاي المبادرة كتير حلوة، بتوقع هذا أول فيلم من نوعه بهالفترة هاي. اللي سمعنا عنه وحضرنا دعايته إنه هو فيلم تربوي يهدف لخلق الحلم الصح عند الطفل، اللي للأسف بهالفترة هاي الماضية تشوهت أحلامنا يعني كبار وصغار. واليوم التوجه للطفل توجه كتير لازم وضروري، لأنه الطفل هو الأساس اللي بتعتمد عليه المجتمع بشكل عام. التعلم بوساطة الأفلام يكمن في تطوير القدرة عند الطفل على التفكير والنقد البناء والابتكار، وتحفيز التعلم الذاتي بدافع الرغبة، ويعمل على بناء شخصية متوازنة للطفل.